منوها سيد نأمنها بالحفاظ عليها. أنت تعرف أن هناك مخططات خارجية يعني. لا نعرفها المخططات الخارجية. مخطط خارجية. إحنا المخططات الخارجية والإغراءات. تستهدف إحنا الإغراءات. تقسيم الدول. إحنا الإغراءات نشوفوا فيها اليوم. إحنا رانا هنا كنا شهادات. عندكم شهادات حية حول الإغراءات يعني من طرف دول خارجية. عندنا عندنا لما كانت حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة. حركة من أجل العدالة فقط بين الشمال والجنوب. كانت إغراءات كبيرة من أجل ماذا؟ من أجل أن هذه الحركة تتحول إلى حركة أبناء الصحراء من أجل الانفصال مش من أجل العدالة. هذه المخططات واقعية يعني مخططات واقعية والأجهزة الأمنية على دراية لأن ذلك الإغراءات إحنا الإغراءات نشوفه فيها كاين منظمات هنا في العاصمة يلا يقول لك ندير لك الاخر الملف وندفعه في السفارة وندفعه في هذه اللجوء السياسي تروح لبريطانيا تروح كم من مرة أنا كم من مرة لقيت طلبات انت عنه روح لبريطانيا شخصيا الدار والكروسة والدنيا كله وما يخص حتى آخر المقابل ماذا سيدي المقابل رأيك. نقول توارق تقتل فيهم الجزائر التوارق محقورين التوارق هذا الشيء لا يحدث يعني سيد إبراهيم لازم تجني على يعني يحدث ولا يحدث لازم تقولها يحدث ولا يحدث لازم تقولها من أجل أنك تلقى يعني رعاية جنة البريطانية يعني الجنة في بريطانيا في فرنسا احنا حتى اليوم أي شيء يصرف في الجنوب أي مشاكل أي شيء احنا حتى لو كان اليوم عندنا مشكل مع أي جهاز أمني والله سلطة والله مدنية والله عسكرية نفرض المشكل نتاعنا في بعضنا في الدار احنا الجزائر دار الغسيل نتاعنا ما ننشروهش في الخارج الغسيل نتاعنا هذا هو المطلوب احنا قاد اليوم انا جيت لقناة الحياة قادر نروح لقناة فرص فانتكا عندي كل وسائل اليوم نريح في داري نكون يكتي مع الاخر البيت الابي نريح في داري نكون يكتي مع اي كان عن الصحافة الدولية اي واحد تقدر تكلمه ماذا بهم يحوسوا على الهارد نكلمهم نقول لهم البارح وصرا في تنزواتين مشكلة كبيرة صارت في تنزواتين والجزائر